بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد جنون، مترشح عن دائرة بنان القبلية في انتخابات المجالس المحلية لمركزها الانتخابي مدرسة 20 مارس. أنا مختص في القانون الخاص، معناتها عندي ناشط في عديد جمعيات المجتمع المدني ببنان وغير بنان، الجمعيات ذات البعد الثقافي والتربوي والاجتماعي، وهذا خلاني نكتسب خبرة ومعناتها دراية بوضعية منطقتنا ونقايصها اللي تشكو منها. وبذلك معناتها برنامجنا الانتخابي اللي باش يرتكز على النقاط هذه، برنامجنا اللي يشتمل على اللي يشمل الميدان البيئي والميدان الصحي والميدان معناتها التربوي التعليمي، ميدان البنية التحتية والتعمير، الميدان الاجتماعي، الميدان معناتها ميدان الأسرة والطفل، الشباب والرياضة، الثقافة معناتها والعلوم، وكذلك الصناعة والتجارة، وخلق مناخ استثماري تجاري، وجعل المدينة كوجهة تجارية قاطعة كعامة. طبعا أمام هذه التجربة الجديدة في بلادنا، نحن نشجع معناتها الشباب أنه يكون فاعل، لأنه فعلا موجود على الساحة، كلكو سواء معناتها شاب يكون معناتها هو مشارك في الانتخابات أو ناخب، وبالتالي التجديد الهياكل وتجديد الإدارة في الدولة وتجديد معناتها النظام في الدولة في كل شيء، ما يكون الشباب فيها هو عنصر فاعل وعنصر ما يخدم وعنصر يبني وطن. ندعوكم إن شاء الله معناتها باش تنتخبوا المترشح أحمد جنون عن دائرة بنان القبلية في الدورة الثانية للانتخابات. إن شاء الله باش ننفذوا برنامجنا الانتخابي بصفة جماعية، ونحاولوا طبعا أمام هذه التجربة الجديدة في المحلية نقصوا أو نقلصوا ولما لا نقضيوا على البيروقراطية اللي أنهكت بلادنا، اللي تخلي ساعات مالتها المشاريع صغرى تجبد سنوات على الرفوف، ولا تلقى يمكن حتى أن شكون ينفذها ولا شكون مالتها يسمحها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.